الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حاولت ندير واحد الفيديو مشابه لواحد الفيديو واحد اخر اللي ديجا خدا اقبال كبير ومشاهدات كثيرة، ربما الناس ديال الناس يبغيو يحبوا على الفيديوهات هذا، وفكرنا نديرو بحال الفيديوهات اللي هما تقليد الاصوات ديال الحيوانات. هناك اناس عندهم واحد الموهبة، عندهم واحد الاحترافية في تقليد الاصوات ديال الحيوانات، غادي نحاولوا نتفرجوا فيهم وندير عليهم واحد الرياكشن، يعني رياكشن او ردة فعل على هاد الفيديو تاع هادو، غادي نضحكوا جميع ان شاء الله. كنتمنى يكون يعجبكم هاد الفيديو ان شاء الله الا تبعتوه من الاول حتى الاخر. الا كنتي اول مره كتشاهدني، انا تنقول لك من المنبر تابونا في القناه وفعل الجرس باش يوصلك الجديد، هذا فضلا وليس امرا. وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله على أول حيوان يقلده هذا الشاب الهندي. غالبا المقلدين اللي لقيت في اليوتيوب ولا في السوشيال ميديا ربما كلهم هنا، الله سبحانه وتعالى عطيهم هذه الموهبة هذه ولا ما عرفتش. المهم غادي نحاولوا نشوفوا هذا الفيديو هذا وانتم اللي غتحكموا. أول حيوان هو الكلب، ونشوفوا هذا الكلب هذا واش غيعرف يقلد ولا لا. على بركة الله. معلم كاينه، ندوزو دابا للفروج. ما عندي ما نقول، دابا الدجاجة، شوفوا الدجاجة ملي كتسالي البيض تتبيض تخرج مع هنا الدجاجة ملي كتسالي البيض تتبيض قاقاقاقاقاق، زعما راني بيض، تعالى هزوه معز. بكرة جدي ديال الشلوح غدا غدا. سمعت الصغار يلا بداو تي بغيتي ردعو اللي البقرة حتى اور كيدي جيتي پہاڑی گاؤں جڑا پہاڑے کون رہندے نا لوخرا وہ اپنے دا ادا بول دیا पहाड़ी का अंदर बोल दिया الحمام ذكر ديال الحمام كبوتر هذا بولا كورا حصان ਹੋਰ ਅਜਾ ਸੇ ਮੇਰ ਰੋਡ ਤੇ ਤੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਜਦੇ ਆ ਮੇਰ ਰੋਡ ਪਰ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਐਦਾ ਕਰਦਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਕੁੱਤੇ ਰੋਟੀ ਦੂਆ ਪਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੈਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਦਾ ਦਾ ਮਜਹੂਮ ਦੀ ਲਗਾਬ ਦੀ ਖਲਾ ਜ਼ਮ ਮਸੀ ਦੀ ਲੋਦੀ ਚ ਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ انا ملي كتشير عليه بشي حجره وتيهرب كاين زانغا دي بايمي تيتا ني هندا اذا جاك يا اخوان كنتمنى يكون الفيديو عجبكم ولا الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو ديال الرجال
ابو نافع الجراس. السلام عليكم ورحمة